السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الأساسي من مدرسة البيت العتيق الإسلامية. كيف حالكم اليوم يا صغاري؟ اليوم يا أحبائي سنتعرف على حقائق الضرب في العدد 2. هيا يا صغار لنجد عدد الأصابع لكل صنفور. في المجموعة الأولى يوجد صنفور يرفع إصبعين، وفي المجموعة الثانية يوجد أيضا صنفور ويرفع إصبعين. إذن لنحول السؤال إلى جمع متكرر، عدد المتكرر في الصورة الأولى والثانية هو 2، عدد الأصابع 2 زائد 2 ويساوي 4 أصابع. نحول الجمع المتكرر إلى ضرب عدد المجموعات وهي عدد المربعات 2 ضرب العدد المتكرر عدد الأصابع أيضا 2 يساوي 4. رائع. هيا يا أبطال لنجد مجموع الصنافر في كل مجموعة. في المجموعة الأولى يوجد 1 2، والثانية أيضا 1 2، والثالثة 1 2. لنحول المسألة إلى جمع متكرر، 2 زائد 2 زائد 2، 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، 6 صنافر في المجموعات 3. هيا لنحولها إلى ضرب عدد المجموعات 1 2 3 ضرب عدد الصنافر في كل مجموعة وهو 2، 3 ضرب 2 ويساوي أيضا 6 صنافر. الآن يا ثاني سنقوم بمراجعة العد القفزي للعدد 2. هيا يا أحبائي لنساعد السنافر بالهرب من شرشبيل عن طريق العد القفزي 2. هيا لنبدأ، 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، 6 زائد 2 8، و8 زائد 2 10، 10 زائد 2 12، 12 زائد 2 14، و14 زائد 2 16، 16 زائد 2 18، و18 زائد 2 20. وبهذه الطريقة نكون قد أنقذنا السنافر. والآن يا أحبائي لنفتح الكتاب صفحة 53 ونقوم بحل السؤال، كم عدد الأسماك في المجموعتين؟ ننظر إلى هذه الصورة، حوض حوضين وفي كل منهما سمكتين. هيا لنحولها إلى جملة ضرب. نقوم بوضع عدد المجموعات وهي الأحواض 1 2 في المربع الأول ضرب عدد الأسماك في كل حوض وهو 2 العدد المتكرر ويعطينا 4 أسماك. لنكمل يا ثاني حل المسائل في صفحة 54. ننظر إلى السؤال الموجود في بداية الصفحة، 3 مجموعات في كل منهما سمكتان، كم عدد الأسماك في المجموعات 3؟
ننظر إلى عدد المجموعات أي عدد المربعات 1، 2، 3، وفي كل مربع منها سمكتين. إذن عدد المجموعات 3 والعدد المتكرر عدد الأسماك في كل مربع وهو الرقم 2. نقوم بضرب 3 ضرب 2 ويعطينا الناتج 6 سمكات. للتأكد نقوم بعد السمكات في الثلاث مجموعات ونجد الناتج أيضا 6. من خلال حلنا يا ثاني لمجموعة من المسائل نتوصل إلى جدول الإثنان. هيا لنتعرف على جدول الإثنان، وهو يمثل العد القفزي للعدد 2 أيضا. 1 ضرب 2 ويعطينا 2. في كل مرة نقوم بالقفز قفزتين. 2 ضرب 2 4. 3 ضرب 2 6. 4 ضرب 2 8. 5 ضرب 2 10. 6 ضرب 2 12. 7 ضرب 2 14. 8 ضرب 2 16. 9 ضرب 2 18. 10 ضرب 2 20. ولنقوم بحفظه نقوم بقفز قفزتين في كل مرة. في كل مرة نضيف 2. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. مثل العد القفزي للعدد 2. بعد أن تعرفنا على جدول الإثنان نقوم بحل باقي المسائل الموجودة في صفحة 54. كم عدد الأسماك في 4 مجموعات؟ عدد الأسماك في 4 مجموعات. ننظر إلى أحواض السمك 1، 2، 3، 4. إذن عدد المجموعات 4، وفي كل حوض يوجد سمكتان. العدد المتكرر وهو عدد الأسماك وهو 2. 4 ضرب 2 يساوي 8 سمكات. ننتقل إلى السؤال الثاني. كم عدد الأسماك في 5 مجموعات؟ ننظر، لدينا 5 أحواض من السمك وفي كل منهما سمكتين أيضا. 5 ضرب 2 ويعطينا 10 سمكات. هيا يا أحبائي لنفتح الكتاب صفحة 55 ونقوم بحل السؤال الموجود في بداية الصفحة. أكتب العدد الذي سيقف عليه الضفدع في كل مرة. هنا أعطانا خط من الأعداد وعملية الضرب. سنساعد صديقنا الضفدع في الوصول إلى نهاية خط الأعداد. أعطانا مجموعة من عمليات الضرب وعلينا بالحصول على ناتج هذه العملية ووضع الناتج في المربع وفي المكان المناسب. نكتب في البداية 0 ضرب 2 يعطينا 0، أي رقم أضربه في العدد 0 يبقى الناتج 0، وأي عدد أضربه في الرقم 1 يبقى الناتج نفسه، يعني 0 ضرب 2 0 و1 ضرب 2 2. هيا لنكمل مع كتابة الناتج. 2 ضرب 2 4. 3 ضرب 2 6. 4 ضرب 2 8. 5 ضرب 2 10. 6 ضرب 2 12. 7 ضرب 2 14. 8 ضرب 2 16. 9 ضرب 2 18. 10 ضرب 2 20. هكذا يا أحبائي ساعدنا صديقنا الضفدع بالقفز قفزتين في كل مرة حتى نهاية خط الأعداد. والآن يا أحبائي هذا السؤال هو عبارة عن مراجعة لجدول الإثنان. 1 ضرب 2 2. اكتب الناتج في المربع يا ثاني. 2 ضرب 2 4. 3 ضرب 2 6. 4 ضرب 2 8. 5 ضرب 2 10.
ستة ضرب اثنان 12، وسبعة ضرب اثنان 14، ثمانية ضرب اثنان 16، وتسعة ضرب اثنان 18، وعشرة ضرب اثنان 20. هذا السؤال صفحة 55. اكتب الناتج في المكان المناسب. هيا لنكمل يا ثاني السؤال الآخر. إذا كان ثمن القصة ديناران، فما ثمن ثلاث قصص؟ هنا أعطانا ثمن القصة الواحدة ديناران، ويريد ثمن ثلاث قصص. عدد المجموعات وهو عدد القصص ثلاثة ضرب العدد المتكرر ثمن القصة الواحدة وهو ديناران، ويعطينا الناتج ست دنانير. ثلاث ضرب اثنان ويساوي ست دنانير. وفي النهاية يا أحبائي الصغار، أود منكم حفظ الجدول غيبا مع مراجعة جدول العشرة وجدول الخمسة والحل على الكتاب بخط مرتب وعلى الدفتر أيضا. مع السلامة إلى الحصة القادمة.